بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. ليعطي الرب كلمة عند انفتاح الفم بإرشاد الروح القدس لنسمع ماذا يريد أن يقوله لنا الروح القدس في هذا المساء المبارك. يعطينا أذانا صاغية أيها الأحباء وقلوب مفتوحة لسماع وقبول كلمته المقدسة حتى نسمع ونعمل بكل رسالة وبكل كلمة يرسلها لنا الله في هذا المساء المبارك ونحقق قول الرب يسوع له المجد. طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه أمين. زي ما احنا متعودين أيها الأحباء ان احنا بنقرأ جزء من الكتاب المقدس بما يوافق الموضوع بتاعنا، وهنقرأ النهاردة جزء من سفر دانيال النبي وأصحاح 7 وعدد 13 وعدد 14. لمعاول الكتاب المقدس يفتح معنا سفر دانيال النبي أصحاح 7 وعدد 13 و14. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الإصحاح 7 من سفر دانيال النبي، بركاته على جميعنا أمين. كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام. خلي بالنا للكلمات، احنا مش هنفسر الايات لكن عايزين نطلع بخلاصة هذه الايات اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة بنعمة الله وارشاد الروح القدس. رأيت اذا مع سحاب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه. يبقى في ابن انسان، أدي تجسد إنسان جسد، جاء إلى القديم الأيام. مين هو في قديم الأيام؟ الله خالق الكل، خالق العالم، موجود منذ الأزل، هو قديم الأيام. يبقى الله والآب الابن المتجسد اللي جاء، لما جاء ملء زمان تجسد وأخذ صورة البشر وكان إنسان وصار ابن إنسان لأنه بالطبيعة أخذ هذا الجسد. أعطي إيه؟ فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. لربما أي إنسان ممكن يوهب، ما احنا موهوب لينا إن احنا يكون أعطيتكم السلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة عدو. المجد يقول كده، أيها الآب أريد أن يكون هؤلاء في المجد معايا كما أنا معاك. يعني ده حاجات موهوبة ومعطية ومهيئة لكل نفس. والملكوت بالتأكيد هي الرسالة، تعال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. فدي كلها حاجات موهوبة لكل البشر. طيب إيه اللي اختلف يفرق عننا إيه؟ ابن الإنسان ده يفرق عننا إيه؟ لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. إذن مختلف، ابن بشر أخذ صورة البشر، أعطي كل هذه الهبات الموضوعة للبشر، ولكن في فرق إنه لما هياخد الحاجات دي مش لأنه معطى ليه ولكن لأنه هو يمتلكها. هو يمتلك هذا السلطان، هو يمتلك هذا المجد، وهو يمتلك هذا الملكوت. وده كله
وهو جالس على العرش بتاعه في ملكوته وهو في مجده وهو بيده هذا السلطان تتعبد له كل الشعوب. إذن المسيح هو مين؟ الله الخالق الظاهر في الجسد، لأنه ما فيش واحد أخذ هذا السلطان وهو سلطان أن تتعبد له كل الشعوب. يبقى تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. إيه طبيعة هذا السلطان؟ أي واحد مننا لو أخذ سلطان على الأرض هينتهي مهما كان هذا السلطان، إنما السلطان بتاعه يختلف. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، لا يمكن ينتهي، لا يمكن أن يزول. وملكوته إيه؟ ملكوته ما لا ينقرض. سمعنا عن ممالك كثيرة جامد، المملكة البابلية والمملكة الروسية والمملكة الشيوعية، حتى الشيوعية، كل الممالك بتاعت الأمم جاءوا في وقت من الأوقات حصل لها إيه؟ انقرضت، انتهت. لكن ده الملك ده ملكوته مختلف. احكي لكم قصة حدثت في تاريخ الكنيسة، قصة بسيطة كده. في يوم من الأيام قيصر روسيا جه وزار مصر وقابل البطريرك، كان في ذلك الوقت البطريرك الأنبا بطرس السابع، وقال له إن أنا مستعد أن أحمي الأقباط في مصر هنا، أطلب ما تشاء وأنا مستعد. روسيا دولة قوية بأي كل أنواع الحماية، أنا مستعد أن أحمي الأقباط. الأنبا بطرس قال للقيصر بتاع روسيا، يعني زي السفير أو المبعوث بتاع روسيا، قال له كده: هل يموت ملككم، ملك روسيا، هل يموت ملككم؟ فقال له: بالتأكيد يموت الملك بتاعنا زي كل البشر. فقام الأنبا بطرس البطريرك البابا قال له كده: أما نحن فملكنا لا يموت. قال له: إزاي؟ قال له كده: نحن يحمينا ملك لا يموت وهو الله. اندهش قيصر روسيا، ويذكر التاريخ انه من هذا الجواب خر على قدميه ساجدا للاب البطريرك. ليس عباده، لا نعبد انسان، ولا السجود ده للعباده، ولكن للاكرام وللتقدير. نحن يحمينا ملك لا يموت وهو الله. ده اللي قال عنه الكتاب المقدس: سلطانه سلطان أبدي ما لا يزول، وملكوته لا ينقرض. احنا تكلمنا المرة اللي فاتت أحبائي عن هذا الملك في قانون الإيمان، وصلنا للجزء بتاع الذي ليس لملكه انقضاء، وأدينا مقدمة وتكلمنا عن الموت الأول والموت الثاني والقيامة الأولى والقيامة الثانية، وطلعنا بخلاصة أن المسيح ملكه روحي وليس ملك مادي أو ملك عالمي. المسيح ملك منذ الصليب، ملك الرب على خشبة من يوم الصليب وإلى نهاية الأزمان، هو ده ملك المسيح. وبالتالي نحن لينا ملك واحد بس، واللي تكلمنا عنه المرة اللي فاتت أن الملك الألفي اللي بينادي بعض بيه وبعض الطوائف لا تؤمن بيه كنيستنا، أنه في ملك تاني لسه حياجي أو في ملك تاني حياجي، كنيستنا لا تؤمن بهذا. وقلنا الملك الألفي دي ما هو إلا عدد رمزي، والألف عدد الكمال. وإذا اعترفنا أو قلنا أو آمنا أنه في ملك تاني أو مملكة تانية أو ملك تاني، معناها نحن نهين المسيح الملك، ودي إهانة كبيرة ليه. نحن لا يملك علينا إلا ملك واحد.
إذن كل المؤمنين من وقت ابتداء الصليب من قبول هذا الملك وهذا الخلاص، إذن بقى المسيح هو ملك على كل هذه النفوس. ده ما وصلنا إليه المرة اللي فات. لكن أكيد إحنا عايزين نعرف يا أحبائي إيه الخلفية بتاعة هذا الملك، وإيه الـ ما نقصده بالذي ليس لملكه انقضاء. خليني أرجع معاكم كده إلى بشارة الملاك للعذراء مريم في إنجيل معلمنا لوقا البشير، الآية اللي قدامنا أصحاح 1:33. فاكرين رسالة الملاك جبرائيل للعذراء مريم قال لها إيه في آخر البشارة؟ ويقول لها كده: هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، في لوقا 1:32 و33، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. تعالوا نشوف الخلفية بتاعت الكلام ده، ليه الملاك يقول لك كده للعذراء مريم؟ اليهود في أيام السيد المسيح كانوا منتظرين وكانوا عايزين مسيا، المسيا المنتظر بالنسبة لليهود، بس كانوا عايزين مسيا مادي محسوس عالمي على الأرض. تاني، كانوا منتظرين المسيا المجايدية ماديا، يعني حاجة محسوسة مادة ملموسة يقدر يشوفوه يلمسوه ويكون على الأرض. ليه ده كله؟ هم كانوا تحت حكم مين؟ الإمبراطورية الرومانية. فكانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين المسيح اللي ياجي يؤسس إمبراطورية يهودية، يؤسس إمبراطورية يهودية. طيب والإمبراطورية اليهودية دي تعمل إيه؟ تقضي على كل ممالك العالم، وتفضل وتبقى بعد كده الإمبراطورية الرومانية تحت حكم مين؟ تحت حكم اليهود. عايزين يكونوا هم مين؟ أسياد العالم. وهم لحد دلوقتي هم فاكرين نفسهم إن هم أسياد العالم بالمناسبة، يعني لأنهم شعب الله المختار، ده اللي في ذهنهم وده اللي بيخليهم إن هم رفضوا المسيح. بس الفكرة إيه؟ في الأول اليهود ابتدوا يمشوا ورا المسيح. ليه؟ أصله شايفين واحد بيعمل معجزات عجيبة، يشفي أمراض مستحيل الطب إنه يشفيها، يقيم موتى، مين ده؟ يشبع 5000 بخمسة أرغفة وسمكتين. واو، ده أكيد ده معناه إن الشخص ده ينفع إن هو يكون ملك، واللي هيدخل في موضوع السياسة يبقى إذن هيكون ملك جبار قوي، يعني هيستطيع أن يسحق الإمبراطورية الرومانية. عشان كده عملوا ايه؟ جوف ماشيين وراه، وفي مرة بعد معجزة من المعجزات قالوا كده، كانوا عايزين يمسكوا المسيح ليقيموه ملكا. المسيح عمل ايه؟ هرب منه، اختفى، دخل أورشليم راكبا على ايه؟ أتان وجحش ابن أتان، ده لا يليق بملك. لكن معلش، لربما ما لقيش حاجة كده تليق بملك، حصان أو كده يدخل بيه، ماشي نقبله. نعمل إيه؟ نفرش الأرض ورد، ونفرش الأرض بالأقمصة بتاعتنا وبالثياب بتاعتنا، ونفرش السعف النخل، ونفرش أغصان الزيتون، وده كله يقول له إيه؟ أوصنا يا ابن داود، أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي ملك إسرائيل.
دخل الملك وحسب ذهنهم انه هو الملك. طب يعمل ايه؟ لجوه مختلف تماما عن اللي في ذهنهم. دخل الملك قلب موائد الصيارفة، طرد باعة الحمام، وبيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. الله، أنت بتشتمنا؟ أنت بتهيننا؟ ده الهيكل بتاعنا. لا لا لا، ده مش جاي على هوانا، ده مش الملك اللي احنا منتظرينه. احنا عايزين ملك عشان يملك، مش عايزين ملك عشان يقعد يوبخنا، ولا عايزين ملك عشان يطردنا من الهيكل بتاعنا. لا 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 لا، ده ما ينفعش. عشان كده مشت الايام، ومن يوم الاحد لما جاء يوم الجمعه قالوا ايه؟ اصلبه اصلبه. الله، مش انتوا الناس نفسكم اللي اقمتوه وكنتوا عايزين تقيموه ملكا؟ مش ده الملك اللي عن اصل ده الملك بتاع الملك ده جاي ايه؟ ده مش جاي عشان يملك على الارض، ده جاي يملك على مين؟ ده جاي يملك على القلوب، وده جاي يملك على العقول فقط. عشان كده يا احبائي، اليهود رفضوا المسيح لانهم كانوا ينتظرون ملكا ماديا ارضيا. لدرجة انه في تعبير حلو كده قاله احد الاباء، فيما كان اليهود يريدون أن يقيموا المملكة بتاعتهم، المملكة اليهودية، والمسيح رفض أن يقيم هذه المملكة، فيما كان الرومان وافقوا على صلب المسيح حتى إيه؟ حتى لا تقوم هذه المملكة. خافوا منه. فاكرين هيرودس عمل إيه؟ لما سمعنا انه في ملك اتولد في اليهودية، يقول كده الكتاب المقدس ايه؟ فارتجت اليهودية. اليهودية كلها خافت، ارتجت. ليه؟ اصله في ملك اتولد. الله، امال هيرودس ده قاعد يعمل ايه؟ ده ملك جاي ياخد مني الملك. عشان كده عمل الحيلة بتاعته وكلم المجوس، امشوا شوفوا الملك ده أين يولد، ملك اليهود، عشان أنا آجي كمان إيه؟ أسجد ليه. والحقيقة كان يريد أن يقتل. فيما أراد اليهود أن يقيموا المملكة اليهودية، فيما أراد الرومان أن يبطلوا هذه المملكة اليهودية، عشان ما ياخدوش عشان اليهود ما ياخدوش المملكة منهم ويكونوا تحت سلطانهم. وطبعا مسيحنا لا جاي لهذا ولا جاي لذاك. عشان كده لما جاء بيلاطس سأله، قال له كده: أأنت هو ملك اليهود؟ بعد ما تكلم معه السيد المسيح قال له إيه؟ قال له: ما تخافش، مملكتي ليست من هذا العالم. أنا مش جاي عشان أخذ الملك منك، ولا جاي إن أنا أبيدكم، لكن مملكتي ليست من هذا العالم. ده موقف اليهود وده موقف الرومان. ونمشي بعيد ليه؟ طب ما التلاميذ كانوا منتظرين هذا الفكر. التلاميذ مش اليهود برضو؟ جاهم في يوم من الأيام هذا الفكر. هو إيه؟ تعال نشوف يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. تاجي أم يعقوب ويوحنا، قالت له: ممكن أطلب منك طلب؟ قال لها: اتفضلي. قالت له: بس لما تاجي تجلس على الملكوت بتاعك، في الملكوت بتاعك، عايزة واحد من أولادي يجلس عن يمينك والآخر عن يسارك. طلب صعب؟ لا، مش صعب. أتقدران أن تشربا؟ ممكن. أتقدران أن تصطبغا بالصبغة؟ ممكن. أما الجلوس عن يميني أو عن يساري فقد أعطي لمين؟ للذين من الآب. أنا مش جاي عشان أقعد في مملكة، ولا جاي عشان يكون عند عرش وأخلي وزير من هنا ووزير من هنا، وأخلي واحد من تلاميذي من هنا ومن هنا. لا، ده أنا جاي عشان أخدهم لفين؟ لملكوت
أبدي. أنا جاي أن أخذهم لملكوت لحياة أبدية، مش جاي عشان أأسس مملكة على الأرض. فعشان كده مش هم ده، مش ده الهدف اللي أنا اخترتهم عشان يكونوا تلاميذي، عشان يكونوا معايا في الأرض. ده أنا اخترتهم عشان يكونوا معايا فين؟ في السماء. عشان كده أحبائي، يوم ما جت تلاميذ وتقابلوا مع السيد المسيح وابتدى يتكلم عن العلامات، قال له كده: أفي هذا الزمان، هل في هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل؟ برضو لسه مش فاهمين، برضو لسه مصرين إنه مملكتي في هذا العالم، مملكتي ليست من هذا العالم. وعشان كده أحبائي، لعلينا إن إحنا لما ناجي نردد في حتة قانون إيمان الذي ليس لملكه انقضاء، لابد إن قلوبنا تكون مرفوعة فين؟ مرفوعة لهذا الملكوت. طبعاً ما بقصدش بس المكان، لكن حياجي في الكلام ايه هو هذا الملكوت وايه هو طبيعة هذا الملكوت. في يوم من الايام كان في حوار ما بين مصلح اجتماعي عالمي، واحد من العالم العلماء، اسف، مصلح اجتماعي من العلماء، وما بين واحد مسيحي بسيط. فقال له كده، بيتكلم معه، قال له: شوف، شيء محيرنا احنا العلماء والمصلحين. قال له ايه؟ قال له: احنا جربنا ان احنا نعمل اي شيء ممكن يتخيل الانسان ان احنا ممكن نعمله عشان نصلح به هذا الكون، وقدر ما حاولنا ونمشي فترة وبعد كده نرجع مرة تانية ونفشل. مش قادرين ان احنا نوصل ان احنا نعمل اي شيء نصلح به هذا الكون. لا تكنولوجيا نافعة، ولا علم نافع، ولا اي اختراعات نافعة، وخسرنا كل شيء. فقام الانسان المسيحي قال له كده: عارف ليه؟ قال له كده: انتوا جربتوا كل شيء الا المسيح، ولا يمكن لاي شيء أن يكمل أو يجري حسنا بدون المسيح. قال له كده: إحنا جربنا المسيح، والمسيح يعمل فينا ويعمل بنا، وعشان كده يقودنا إلى ملكوته. اللي أنتوا قدر ما بتحاولوا أنكم تعملوا ممالك في العالم، ولكن بدون أي فايدة وبدون أي نجاح. جربت كل شيء ما عدا المسيح، انكم تدخلوه في التجارب بتاعتكم او في الاختراعات بتاعتكم، وفاكرين كل حاجه انكم انتوا تعملوها من نفسكم. عشان كده احبائي، فشل الانسان في انه يصلح اي شيء في حياته. مهما حاول الانسان انه يصلح او يغير اي شيء في حياته، ثق انه لا يمكن انه حيقدر يعمل اي حاجه. وده نتيجة فشل العالم. عارفين ليه؟ لأنه سابوا ربنا على جنب، تركوا الله جنب، لم يستحسنوا. يقول كده في رسالة روميا معلمنا بولس الرسول لأهل روميا في أصحاح 1 عدد 27-26: لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. النتيجة كانت إيه؟ أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. وعشان كده بنلاقي الشر في العالم، وبنلاقي الدمار في العالم، وبنلاقي خراب في العالم، وبنلاقي حروب في العالم. كل ده ليه أحبائي؟ لأنه فاكرين إن هم ممكن يغيروا الكون أو يسيطروا على الكون أو ينقذوا الكون من دون المسيح. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. النتيجة وصلوا إلى كل هذا الشر. ده يقول عنه الكتاب المقدس أكتر من كده: فاعلين الفحشاء ذكور بذكور، وأناس وأناس استبدلوا استعمال الطبيعي. كلام كتير كتير. كل ده ليه يا إنسان؟ لأنه نسى، لأنه تجاهل حقيقة أن الإنسان اتولد بالخطية، وما فيش حد حيقدر ينقذه من الخطية أو يحرره من الخطية إلا المسيح الفادي. عشان كده لما ناجي نرنم الترنيمة ونقول كده: أنا لقيت الكنز
أنا لقيت اللؤلؤة، هو عطية السماء ليا، هو مخلصي وفدية، هو اللي حررني، هو اللي غفر لي خطيتي، هو دي مسيحي، هو دي اللؤلؤة، دي الحقيقة اللي لا يمكن أن يستطيع الإنسان يتجاهلها. وأقول لكل إنسان، لن نستطيع يا أحبائي إن احنا نغير حياتنا أو ننتصر على أي شيء إحنا غير قابلينه، مش قابلينه في حياتنا، مش هنقدر نعمله ولا ننتصر عليه ولا ناخد الغلبة إلا من خلال مسيحنا القدوس، إلا من خلال مخلص فني. جرب، مش هتخسر حاجة النهاردة. قل له تعال، تعال أدخل النهاردة، تعال أملك النهاردة. وهنا أحبائي عايز نفهم مع بعض إيه معنى لما نصلي ليأتي ملكوتك. بنقول كده في أبانا الذي، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. في قريت مقالة كده في الأدب العبري، أنا ما قريتش عبري، لكن من ضمن الحاجات اللي يتميز بيها الأدب العبري، طبعا احنا عارفين الكتاب المقدس مكتوب بالعبرية وبالأرامية، اللغة اليهودية العبرية. يقول كده انه في الادب حاجة بلاغة كده، يعني في حاجة اسمها التوازي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه لما يذكر عبارة ممكن ياجي العبارة دي يذكرها ويكررها مرة تانية ويدي معاها شرح اكتر، حاجتين متوازيين مع بعض. احنا عارفين انه في كلام السيد المسيح كتير كان بيقول كده ايه، الحق الحق اقول لكم، كان يكرر العبارة مرتين، صح؟ الكلمات، في كلمات كتيرة كانت تتكرر مرتين، ده تأكيد. بس لما يجي يقول في أبانا الذي، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك، الآباء اللي درسوا الأدب العبري يقول كده عن هذا الأمر ايه، انه السيد المسيح كأنه عايز يقول كده، بيشرح لينا أو بيحط لينا إن إحنا طالبين ملكوتك، ليأتي ملكوتك. أنهي ملكوت دي؟ شكله إيه الملكوت دي؟ يقول كده، الملكوت دي يكون مجتمع على الأرض زي مجتمع وتتم فيه مشيئة الله. عشان كده بنقول له ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك زي ما هو حاصل في السماء كذلك يحصل على الأرض. يعني المجتمع أولاد الله كلهم يكونوا عايشين إيه؟ يكونوا عايشين بمشيئة الله. وهنا ده الملكوت، وهنا ده الملكوت. عشان كده في عبارة حلوة بنقولها كخدام، إن إحنا ما نحن إلا عاملان مع الله. بنعمل لإيه؟ مش عارف إذا سمحتوا التعبير ده ولا لأ، أكيد سمحتوا من خلال الآباء أو الخدام أو كده. إحنا بنعمل من أجل الملكوت، إحنا بنعمل لحساب الملكوت. يعني إيه بنعمل لحساب الملكوت؟ يعني كلنا كخدام، ومش بس خدام في الكنيسة، لكن خدام في بيوتنا، خدام مع أولادنا، كلنا بنعمل لحساب الملكوت. عشان لما يجي المسيح، وحياجي إمتى؟ لما يلاقي إنه المشيئة بتاعته كاملة على الأرض، أو الناس عايشين بهذه المشيئة. عشان كده بنقول له ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. وهنا قال أحد الآباء، إن أطاع الإنسان على الأرض مشيئة الله تماما كما يفعل الملائكة في السماء، يمكن عندئذ أن يكون ملكوت الله حقيقة هنا على الأرض والآن في هذا الزمان. والآن في هذا الزمان أمر خطير يا أحبائي، مش مجرد كلمات، ولا الملكوت ده حاجة خيالية، ولا الملكوت ده حاجة من اختراع إنسان، ولا لسه الإنسان حيكون الملكوت. لا، ده مش شغلي ولا شغلك، ده شغل المسيح، عمل الله. الملكوت هو عمل الله. طب واحنا دورنا ايه؟ خلاص ما دام هو عمل الله يبقى اذا احنا ندخل كده على طول. لا، مش بالسهوله دي او مش بالبساطه دي. ليه هتعجده يا ابونا؟ لا مش هعجده، لكن زي ما اي واحد عايز يدخل انجلترا هنا، وعشان ياخد الفيزا لازم يستوفي الشروط بتاعته،
أو أي مكان، لازم عشان تسكن في المملكة في البلد لازم تستوفي الشروط بتاعتك، صح؟ إحنا كده، إحنا دعينا للملكوت. تقول لي فين؟ أقول لك في حياتنا. في أربع حاجات نخلي بالنا منها، ويوم ما تكتمل يبقى إذن ده الملكوت. يا ترى الملكوت يوجد فين؟ حد يعرف؟ برافو، مين قال العبارة دي؟ ها ملكوت الله داخلكم، سيد المسيح له المجد. أول خطوة، أينما وجد إنسان متعمد باسم الآب والابن والروح القدس ومتهون بزيت الميرون سر التثبيت حلول الروح القدس، هنا زرعت بذرة الملكوت. يعني تزرع فينا الملكوت إمتى؟ وإحنا عمرنا 40 يوم أو 80 يوم. دي البذرة. الخطوة الثانية، كبرنا. أينما يوجد إنسان مسيحي متعمد وممسوح بالميرون ويكون عضو حي في كنيسة المسيح، له شركة في أسرار الكنيسة، يحيا بعمل النعمة في داخل الكنيسة، عضو حي مش عضو ميت، يعني ليه حياة، يعني ليه توبة، يعني ليه اشتراك، يكون جواه الملكوت. الخطوة الثالثة، أينما يوجد إنسان يسير وراء خطوات المسيح ويسمع صوت السيد المسيح كما سلك هذا، نسلك نحن أيضا في تعاليمه، في كنيسته، في كلمته، هنا تنمو بذرة الملكوت. وآخر حاجة، أينما يوجد إنسان أو أينما تقام ذبيحة إلهية ويوجد جسد المسيح ودمه كخبز للحياة ويكون للمؤمنين شركة فيه باستعداد، هناك يوجد الملكوت. إذن علينا مسؤولية خطيرة. أنا لما باجي الكنيسة مش باجي بتفرج ولا باجي بقضي وقت، أنا مولود من المعمودية، ممسوح بالميرون، زرعت فيا البذرة، محتاج زي كل بذرة، زي كل شتلة صغيرة، محتاج إن أنا أنمي البذرة، محتاج إن أنا أروي البذرة دي، محتاج إن أنا أدي غذاء للبذرة دي، عشان البذرة دي في يوم من الأيام تحصل إيه؟ تبقى كبيرة. مش ده اللي قال عنه السيد المسيح؟ نجيب المثل اللي قلناه قبيلك بتاع الملكوت في متى 13، غير الكنز وغير اللؤلؤة. قدم لهم مثلا آخر قائلا، يشبه ملكوت السماوات في عدد 31، حبة خردل صغيرة أخذها إنسان وزرعها في حقله وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. عندنا مسؤولية، علينا أربع خطوات يا أحبائي، كلنا تعمدنا، كلنا ترشمنا بالميرون، كلنا تزرعت فينا هذه البذرة. كبرنا، محتاجين ان احنا ننمو روحيا، محتاجين ان احنا نشترك في اسراره، محتاجين ان نكون اعضاء حية بننمو، محتاجين ان نسلك كما سلك المسيح، نتبع خطواته، نقتفي اثاره. ده يرضيك يا رب ان احنا نعمله؟ ده يرضي المسيح؟ المسيح لو في مكاني يعمل كده ولا لا؟ أخيرا، أينما وجد أولاد الله وأينما أقيمت ذبيحة
وكان لي شركة فيها، هناك يكون ملكوت الله. إذن أين يوجد الملكوت؟ في حياة كل إنسان مننا إذا استوفينا الشروط الأربعة دي يا أحبائي. عشان كده خلاصة هذا الأمر قال عنه أحد الآباء: إن ملكوت الله يبدأ في قلب الإنسان، ثم يمتد إلى منزله، ثم إلى الجماعة، ويستمر ينمو إلى أن يأتي يوم عندما يعود المسيح وتصير مملكة الله تصير مملكة العالم هي ملكوت الله يا أحبائي. أمر عجيب وعظيم بس خطير في نفس الوقت. لينا مسؤولية، لينا مسؤولية وعلينا مسؤولية. بس عايز أفرحك بشيء عشان ما تخافش ولا تحس إنه الصليب تقيل أو الحمل تقيل. لا، من يوم ما جاء السيد المسيح وملك على الصليب أنهى مملكة كانت سيدة علينا، أنهى مملكة كانت متحكمة فينا. مملكة مين؟ الشيطان. يوم أن ملك المسيح على الصليب، يوم أن قال اللي قد أكمل، انسحقت واندحرت مملكة الشيطان. تعالوا شوفوا معايا أحبائي في إنجيل معلمنا متى البشير أصحاح 12، مثل حلو كده قال عنه سيد المسيح. فاكرين لما جو قدموا له إنسان مجنون أعمى أخرس، عمل إيه سيد المسيح؟ قدموه أخرج الروح النجس حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. حتى أن الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. النتيجة الفريسيين: مش ممكن إنسان يعمل كده إلا يكون إلا إنه هو برئيس الشياطين يخرج الشياطين وببعل زبول يخرج الشياطين. بصالهم كده سيد المسيح، قال لهم كده: إيه أنتوا بتتكلموا؟ إيه تتكلموا على أساس إيه؟ ده كل مملكة تقوم على ذاتها تخرب، وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب. إذا كنت أنا بالشيطان أخرج الشيطان، إذا انقسمت مملكة الشيطان، يبقى ده مش ممكن. لكن إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم إيه؟ ملكوت الله. يبقى إذن ملكوت الشيطان انسحق من إمتى؟ من يوم السيد المسيح سحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا وهو على الصليب. عشان كده السيد المسيح قدام مثل عجيب، وسمحوني الناس بتفهم المثل دي بطريقة خطأ. هقول المثل في متى 12 وعدد 29 بعد عدد 28: إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. من اللحظة دي جاء ملكوت الله، انسحقت مملكة الشيطان. يقول كده سيد المسيح: أم كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ ثاني: كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته؟ ده اللي بيعمله الحرامي، عايز يسرق بيت ولقى أهل البيت في البيت موجودين وقوي. عشان ينهب أي حاجة في البيت لازم يعمل إيه؟ لازم يربط القوي في الأول. مين القوي في المثل ده؟ مين القوي، المسيح ولا الشيطان في المثل ده؟ اللي بيقول المسيح يرفع ايده، واللي بيقول الشيطان يرفع ايده، وفي ناس ممتنع على هذا لذاك. هو فعلا قبل المسيح كنا كلنا منهوبين
وكلنا مسروقين ومحطوطين في يد الشيطان. الشيطان ليه السلطان علينا، عشان كده القوي هو هنا مين؟ الشيطان. طيب، وعشان المسيح يستردنا مرة تانية ليه كان لازم يعمل في ايه في الاول؟ كان لازم يربط القوي، يربط الشيطان في الاول، وحينئذ ينهب امتعته، ينهب بيته. لا، بالحقيقة انه يسترد ليه؟ لان احنا بتوعه، احنا اصلا ملكه. ولكن لما ننتصر علينا الشيطان، او لو من سمحنا للخطية ان تدخل في حياتنا وتملك الشيطان علينا، اصبحنا تحت مين؟ اصبحنا تحت مملكة الشيطان. وجاء السيد المسيح ليحررنا، وقال كده السيد المسيح: ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرارا. ربط القوي، ربط الشيطان، اندحرت مملكة الشيطان، انكسرت مملكة الشيطان، ولم يعد للشيطان سلطان على أولاد الله، بل أعطانا نحن هذا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. عشان كده سلطان رئيس العالم، رئيس هذا العالم قديم. ما احنا قلنا ايه؟ مملكته يملك على القلوب اللي في الارض، اللي في العالم، اللي تابع للشيطان. لكن هو بالاصح هو ادين، هو مربوط. مش الشيطان مقيد دلوقتي بحسب سفر الرؤيا؟ الشيطان مقيد. يعني ايه مقيد؟ يعني الشيطان مش بنفس القوة بتاعته اللي وجد فيها كملاك. سقط من رتبة الملائكة، أصبح رئيس شياطين. النتيجة كانت إيه؟ مقيد بالصليب، إلى أن يأتي الزمان ويحل الشيطان من سجنه. كل ده يا ابونا والشيطان مقيد. أمال لو كان الشيطان أصلاً محلول كان عملنا إيه؟ لو كان الشيطان أصلاً بنفس القوة بتاعته كنا عملنا إيه؟ احنا اللي مدينه فرصة ان هو يعمل في حياتنا، احنا اللي بنديله فرصة. هو ملهوش سلطان، نزع عنه السلطان عن اولاد الله. عشان كده اعطانا نحن هذا السلطان ان ندوس الحياة والعقارب، لان من ذلك الوقت زي ما بقول مملكة الشيطان لم يعد لها وجود. الا لمين؟ إلا لأهل العالم. عشان كده معلمنا يوحنا البشير يقول كده في رسالته أصحاح 1:3: بهذا أولاد الله ظاهرون. وأولاد مين؟ وأولاد إبليس ظاهرون. إحنا تعمدنا، مسحنا بالميرون، المفروض نكون تابعين لمملكة مين؟ لمملكة المسيح. عشان كده يوم ما نلاقي نفسنا أو حياتنا الروحية مش بحسب مرضات المسيح ومش بحسب فكر الله، اعرف نفسك انك انت ما زلت تحت سلطان مملكة الشيطان، ولا بد ان تتحرر من هذه المملكة. لابد ان تتحرر. واللي يحررك مين؟ صاحب هذا السلطان اللي سحق الشيطان. قال عنا معلمنا بولس الرسول: وإله السلام يسحق الشيطان تحت إيه؟ تحت أرجلكم سريعا. عشان كده بقول ما تخافش، إن كان علينا مسؤولية، لكن مين اللي بيسندنا في المسؤولية دي؟ صاحب السلطان، صاحب القوة. المسيح الأقوى من القوي، الأقوى من القوي. قال عنه في سفر الرؤيا، في سفر الجامعة يقول كده: فوق العالي عالي، والأعلى إيه؟ يلاحظهما. المرة اللي فات قلنا إيه؟ ما تخافش، حتى لو لقيت في كثير من الأحيان الشر هو اللي بينتصر، الظلم هو اللي بيسود في العالم، البغضة والكراهية هي اللي سايدة في العالم، الشيطان متملك. فوق العالي عالي، ما تخافش، والأعلى ينظر، والرب ايه؟ يضحك بهم. بس امسك في الهك، امسك في الهك، لان النصرة في النهاية هو لمسيحنا، يعظم انتصارنا بالذي احبنا. عشان كده يا احبائي لما نتكلم عن الملكوت
مش لسه شيء جديد هيتكون جوانا، لكن اقبل نعمة الله اللي جواك، اقبل هذا الملكوت. قل له كده في كل مرة تصلي: أبانا الذي، قل له ليأتي ملكوتك زي ما هو في السماء، تعال أملك على قلبي وأملك على حياتي. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. عملنا في هذا الأمر هو دي مسؤوليتنا، إن احنا إزاي نهيئ نفسنا. أختم بآخر حاجة أحبائي، الكلام حلو يا أبونا والاشتياق للملكوت حلو، بس أنا عايز أكون دي أمر واقعي، مش مجرد يكون مجرد كلمات يا أبونا، مش مجرد يكون اشتياقات فكرية، لكن اشتياقات قلبية وعملية في نفس الوقت. إزاي يكون الملكوت واقع حقيقي يا أحبائي؟ في 10 خطوات هقولهم، وربنا يدينا نعمة إن احنا ندرك في حاجات منهم اوريدي حصلت في حياتنا، وفي حاجات محتاجين إن احنا نعملها في حياتنا. أول حاجة، وده رد على كل الآخرين الطوائف التانية أو الديانات الأخرى، مفيش حد هيكون الملكوت واقع حقيقي بالنسبة له ما لم يعيش ويستوفي هذه الشروط الأربعة. الأربعة اللي احنا قلناهم قبل شوية ده احتياج الإنسان انه يعيش بيهم. 10 اللي جايين دولة في حد ذاتهم هي دي لا يمكن لأحد. أول حاجة، لا يمكن لأحد أن يدخل الملكوت إن لم يولد من الماء والروح. عبارة صريحة واضحة قال عنها سيد المسيح في إنجيل معلمنا يوحنا البشير 3. الخطوة الثانية، لا يمكن أن ندخل الملكوت ما لم نتمتع بهذه المسكنة الروحية. يعني إيه؟ فاكرين السيد المسيح في العظة على الجبل قال إيه؟ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم إيه؟ ملكوت السماوات. يعني ايه مسكنة بالروح يا ابونا؟ مش فاهمين الكلمة دي، بنسمعها بس مش فاهمينها. اقول لك حاجة بسيطة، شاعر بضعفك، اخضع ضعفك لقوة الله. محتاج لرحمة الله، قل له ارحمني انا الخاطئ. هي دي المسكنة بالروح، شعور الانسان بضعفه وخضوع هذا الضعف لقوة الله، ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. حينما أنا ضعيف حينئذ أنا إيه؟ أنا قوي. مشكلة الإنسان إنه مش عايز يعترف بضعفه، عشان كده مش شاعر بقوة الله في حياته. معلمنا بولس الرسول قال لذلك أنا أسر بالضعفات، لأنه حينما أنا ضعيف أنا قوي. ابقى عيش بمسكنة الروح، اخضع ضعفك لقوة الله وأطلب رحمته لتنال الغفران. يبقى لا يمكن لأحد أن يدخل إن لم يولد من الماء والروح، إن لم نعيش بهذه المسكنة الروحية. 3، لا يمكن لأحد أن يدخل الملكوت إن لم يكن هناك في توبة. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك إيه؟ تهلكون. أنا مجرد بحط الآيات اللي قال عنها الكتاب المقدس، الآيات قال عنها السيد المسيح، وفي آيات تانية حتاجي حنشوف مع بعض. يبقى معمودية، مسكنة بالروح، توبة. 4، لا يمكن أن يدخل ملكوت السماوات إن لم نجاهد جهادا قانونيا. يقول عنه معلمنا السيد المسيح من أيام يوحنا المعمدان ملكوت الله يخصب والغاصبون إيه؟ يختطفونه. محتاجين إن احنا نجاهد جهادا روحيا، جهادا قانونيا. 5، لا يمكن لأحد أن يدخل ملكوت الله إن لم يكن الملكوت هو هدفه الأول. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هدفك ايه في العالم؟ راجع نفسك. 6، لا يمكن ان يدخل ملكوت السماوات سلام.
لا يمكن لأحد أن يدخل ملكوت السماوات ما لم نبيع كل اللي لينا في الأرض ونضحي بكل اللي لينا في الأرض وناخد الملكوت ونشتري اللؤلؤة الثمينة. صعبة؟ شوية شوية، لأنه في حاجات كثيرة مش عايزين نسيبها. مش بنقول إن احنا يعني نكون مجردين، لا، لكن كل شيء يمنعك عن الملكوت تخلص منه. معلمنا بولس الرسول يقول كده: كل ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة في الأول، بل إني أحسب أيضا كل شيء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح الملكوت. يبقى محتاجين إن احنا نعمل زي التاجر الذكي، عنده لآلئ كثيرة بس يقول في الآخر كده أنا لقيت اللؤلؤة. الملكوت غالي يا أحبائي، الملكوت قيمته حلوة، قيمته غالية، اوعى تضيعها من ايدك. ابذل، ضحي بأي شيء ولا تخسر الملكوت، لأنه في الآخر ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر وخسر نفسه. دي نمرة كام؟ دي نمرة ستة. نمرة سبعة: لا يمكن أن لأحد أن يدخل الملكوت وهو باص للماضي بتاعه. ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. سيد المسيح قال كده في لوقا 9. يعني يعني الماضي انتهى. مهما كان فيه الماضي من أخطاء، مهما كان فيه الماضي من شرور، مهما كان فيه الماضي من ضعفات، كله انتهى. ما تبصش لورا. امرأة لوط لما توصت لورا خسرت وأصبحت عمود ملح. قديس الأنبا موسى الأسود بص لقدام ربح الملكوت. وهكذا كل القديسين ما بصوش للماضي بتاعهم، لأن الماضي انتهى. بمجرد ما الإنسان تاب واعترف عنه يمسحها وتزول ويطرحها في بحر النسيان. لا يصلح أحد، لا أحد يضع يده على المحراث وينظر لورا. ياما في ناس بتتحسر على الماضي بتاعها، وياما في ناس بتتحسر على الأملاك بتاعتها، وياما في ناس بتتحسر على أشياء كانت عندها وخسرتها، ويقول يا ريت ويا ريت ويا ريت، والنتيجة مش باص لقدام ولا طالب الملكوت. هيفضل الإنسان محصور في الماضي بتاعه ولا ينفع شيء. لا ينفع الندم بعد العدم. عشان كده لا يصلح لإنسان أنه يدخل الملكوت وهو مستمر في التطلع إلى قدام. نمرة 8: لا يمكن لأحد أن يدخل الملكوت إن لم يغفر لأخيه. إن لم تغفروا للناس زلاتهم فلا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. في متى 18 نعد عليها، بلاش نتكلم فيها لأن دي حتة بتوجع شوية. لا، حتة أساسية بس. إذا مش قادر أطلب نعمة، لأن مش هنقدر ندخل إن لم نغفر بعضينا البعض يا أحبائي. نمرة 9: لا يمكن لأحد أن يدخل الملكوت ما لم يكن زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ما لم يكن لنا حب بعضنا لبعض. بهذا نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة إن كان لنا إن كان لنا حب بعضنا البعض. الحب ده بيكون في مشاعر رقيقة، الحب ده بيكون في خدمة، الحب ده بيكون في عناية، الحب ده بيكون في كلمة، كل الحب ده بيكون في رعاية. الحب لأخينا، لكل إنسان الآخر، لأننا كلنا كده أبناء الملكوت مع بعض، كلنا كده أعضاء في جسد المسيح. ما ينفعش اليد دي محتاجة حاجة اليد دي تقول لها لا أسفة مش حاجة قدم لك الشيء دي. ما ينفعش،
ما زلنا كده في الحالة زي دي. ايه؟ كل انسان منحصر في ذاته، كل انسان منحصر في انانيته. النتيجة في الاخر يا احبائي ما زلنا في الموت ولم ننتقل بعد من الموت للحياة. اخر حاجة ونمر 10 يا احبائي، لا يمكن لاحد ان يدخل الملكوت ان لم يكن في الاخر قد قبل هذه الدعوة. الدعوة، انسان صنع وليمة في متى كام؟ ها؟ متى كام؟ انسان صنع وليمة؟ لا، 25. ملكوت العرس، مثل العرس، صاحب الوليمة اللي بتتقال امتى؟ اللي بتتقال في يوم ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، أمثال الملكوت، في أسبوع الآلام، صح؟ نسترجع كده الكتاب المقدس يا أحبائي. الكتاب المقدس مش مجرد أوقات أجنب بقرأ فيها وأنسى، لا، لازم أربط ده كله محطوط ليا. المهم، إنسان صاحب عرس وصنع وليمة ودعا كثيرين، وناس كثيرة استعفوا من ان هم يدخلوا الى هذه الوليمة، ناس كثيرة رفضوا هذه الوليمة. يعمل ايه صاحب العرس؟ يا ده وليمة معدة مجانا، ده ابني، دي وليمة ابني معدة مجانا، تعالوا. الكل يعتذر والكل يرفض هذه الدعوة. تخيل لو جاتك دعوة كده يقول يا عم ارميها على جنب مش تبعنا، تحس بنفس صاحب الدعوة، مش كده؟ ولا حد عبره، ولا حد قدره، ولا حد حب إنه هو يشاركه هذه الفرحة. المسيح نفس الحكاية، داعينا كلنا إذا هذا الملكوت. خلي بالك، لما العرج والعمي والكسح كلهم من الشوارع وجبلهم إنه يدخل الملكوت، العرس بتاعه، بس في واحد ايه ما استعداش كويس. يا صاحب كيف دخلت الى هنا بدون لباس العرس؟ يبقى الامر محتاج ايه؟ قبول للدعوة واستعداد بالعشر حاجات اللي انا قلتها دي. صعب ولا نتذكرها مع بعض؟ نقولها مع بعض تاني سريع عشان اختم باخر قصة يا احبائي. معلش النهاردة طولت عليكم، بس عشان اكمل هذه الصورة اللي احنا مدعوين اليها. اولا، لا يمكن ان ندخل من دون المعمودية من الماء والروح. ثانيا، من دون ما نحن نعيش بمسكنة بالروح، نخضع ضعفنا لقوة الله ورحمته لغفران خطايانا. لا يمكن ان ندخل الملكوت بدون توبة. لا يمكن أن ندخل الملكوت ما لم نجاهد جهادا قانونيا بالنعمة اللي مهيئة لنا. لا يمكن أن ندخل الملكوت ما لم يكن الملكوت الهدف الأول في حياتنا. أطلبوا أولا ملكوت الله وبره. لا يمكن أن ندخل الملكوت ما لم نضحي بكل شيء تمنعنا من الملكوت. لا يمكن أن ندخل الملكوت وإحنا باصين إلى الماضي بتاعنا. لا يمكن أن ندخل الملكوت إن لم نغفر لأخينا. لا يمكن أن ندخل الملكوت إن لم يكن لنا حب بعضنا لبعض. لا يمكن أن ندخل الملكوت إن لم نقبل إن لم نقبل هذه الدعوة المجانية المهيئة لنا يا أحبائي. تاريخنا اللي بنعيشه في العالم الهدف منه هو ملكوت الله. هيكون في يوم من الأيام، لا نعلم متى سيكون، لكن يعود في والله وينتهي كل هذا الصراع ما بين الخير والشر. تزول مملكة الشيطان، يختم هذا التاريخ بالنصرة الإلهية اللي تقضي تماما على الشر. مش هيكون في غير هذا المشهد اللي قال عنه في سفر الرؤيا، هوذا مسكن الله مع الناس، قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. هختم بقصة تاريخية. نسمع عن القديس، هو قديس في الكنيسة الكاثوليكية، ولكن أيضا له في كنيستنا بعض الأقوال اللي بيستشهدوا بها الآباء. اسمه قديس فرانسيس الأسيزي. قديس ده
في يوم من الأيام كان ليهم مجموعة من التلاميذ، وكان زي عادة الرهبان. في يوم من الأيام ساب التلاميذ بتاعه ومشى لخدمة ويقضي مهمة. لقى في اتنين لصوص دخلوا على أولاده الرهبان لصين اتنين، وهم كانوا كم واحد التلاميذ بتوعه. النتيجة كانت ايه؟ النتيجة انه مسكوا الاتنين حرامية دول وأدولهم اللي فيه النصيب، يعني ضربوهم ايه ضربة محترمة كده ومشوهم يعني منتهين. رجع القديس فرانسيس حكوله تلاميذه حصل معانا كذا وكذا كذا النهاردة، بس احنا ما سبناهمش، احنا اديناهم جامد وضربناهم عشان يحرموا ان هم يعملوا كده تاني. كان متوقع من القديس فرانسيس يعمل ايه؟ يفرح ينبسط، اولاده اقوياء ما سمحوش لنا، لكن للأسف ابتدى يبكي. قالوا له بتبكي ليه يا أبانا؟ قال لهم كده لأنني فشلت في أن أعلمكم محبة الله الحقيقية. بعد كل هذا الزمان فشلت أن أعلمكم محبة الله الحقيقية. قالوا له إزاي؟ قال لهم بدل ما كنتم تضربوهم على الأقل كنت احتويتوهم واهتميت بيهم ورعيتوهم وقدمتوا لهم ما يحتاجونه. هم جايين للصين جايين يسرقوا منكم، يعني مش يعني محتاجين. النتيجة لو كنت أدتوهم أكل أو أي احتياج هم محتاجينه وصرفتوهم بسلام، كنت هنا أصهرتم محبة الله الحقيقية. ولكن يعيد لي مرة ثانية، أنا أخطأت أمام الله إذ لم أعلمكم محبة الله الحقيقية. تأثر الرهبان بهذه الكلمات، وطلع القديس فرانسيس يمشي ويفتش ويسأل عن اللصين. طبعا ابتدى يفتش في الأماكن بتاعت الحرامية، لقى في اتنين كده يا حرام يعني مش قادرين حتى يقيفوا على رجليهم من الضرب. سألهم مالكم؟ قالوا له حصل كذا كذا وكذا. وما كان من القديس فرانسيس إلا أن يسجد ويضرب مطانية ليهم ويقول لهم كده سامحوني سامحوني، أنا السبب مش هم السبب، أنا اللي أخطأت لأني لم أستطيع أن أزرع فيهم محبة الله الحقيقية. الصين شافوا المنظر بتاع القديس فرانسيس بهذه الصورة، أنت جاي لحد عندينا وتضرب مطانية عشان تقول لنا أنت اللي أخطيت؟ قال لهم اسمحوا لي أن أنا يعني أعوضكم عن اللي حصل دي، أنا مستعد أن أنا أقبلكم وأعتني بيكم وأضمد كل جراحاتكم، بس ما يكونش في قلبكم أي نوع من الحقد أو الكراهية تجاه أولاد الرهبان. وفعلا الصين تأثروا ومشوا معاه للدير بتاعه أو للمكان اللي مجتمع فيه، واعتنى بهم القديس فرانسيس الأسيزي. وما كان من هذا الصين دول إلا إنه هم صاروا من تلاميذه بل وأفضل من كل تلاميذه اللي كانوا معاه الفترة اللي فاتت دي كلها. بحكي القصة دي ليه؟ لأنه ذكر عن هذا القديس ما هذه العبارة، قالوا له قال كده صار هذا الملكوت، صار القديس فرانسيس لائقا بملكوت السماوات بتتميمه إرادة الله، وصار هذا الملكوت جذابا إلى الدرجة التي جعلت الصين يطلبانه ويصلوا ويقولوا كده ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك، فإنه صار حقيقة حية في حياة القديس فرانسيس أنه عندما يأتي الملكوت
يجده حالا في قلب وحياة القديس فرانسيس، كما يمكنه أن يأتي في حياة كل مسيحي منا عندما يعيشه في طاعة كاملة لمشيئة الله، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. وصار القديس فرانسيس سببا في انجذاب كثيرين إلى الملكوت. وماذا عنا نحن يا أحبائي؟ أولا إحنا محتفظين بهذا الملكوت لأنفسنا، إحنا نسعى ونجاهد من أجل أن لا نخسر هذا الملكوت. الحاجة الثالثة، هل نحن شهود لهذا الملكوت بحياتنا، بسيرتنا، بأعمالنا، بكلامنا للآخرين؟ الله يعطينا أن يكون الملكوت حالا فينا ونتمم وعد الله، ها ملكوت الله داخلكم، يعطينا أن نكمل ملكوته في حياتنا، يعطينا أن نكون رسالة حية مقروءة من جميع الناس، يعطينا أن نكون شهود حقيقيين ننادي ونقول هوذا ما أجمل وما أحلى مساكنك يا رب إله الجنود، ليس فقط مساكن الأرضية ولكن أيضا الملكوت اللي منتظرنا كلنا أحبائي. ليمتع الله كل نفس بهذه الاشتياقات القلبية وبهذه الفرحة الإلهية التي تغمر قلب كل إنسان يوم ما يقول له كده تعال يا رب وأملك على حياتي، أملك على قلبي، أملك على فكري، أملك على كل ما أعطيتني يا رب، لتكون حياتك ويكون ملكوتك كائنا فيا من الآن وإلى أن ألتقي معك، لك كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين. تفضل نصلي أحبائي. هيا يا شعب المسيح، هيا للجنب الجريح، نطهر ونستريح من كل تعبنا، نطهر ونستريح من كل تعبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفادي الأمين أجلنا نسعى عنه سفارا، لا نبالي بالعناء ناظرين للسماء، حيث يأتي عوننا ناظرين للسماء، حيث يأتي عوننا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا، مهما كان في الطريق دائد أو ضيق، فالرب لنا رفيق، وجهه يريحنا، فالرب لنا رفيق، وجهه يريحنا، يعظم انتصارنا
انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا أي جوع واضطهاد يحلو الجهاد يعطي صبرا يعطي زاد عنده رفعتنا يعطي صبرا زاد عنده رفعتنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا مهما كان من إغراء لا رجوع وراء مملوئين بالرجاء سنرى عريسنا مملوئين بالرجاء سنرى عريسنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا يسوع الفادي الأمين من صلب من أجلنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لك المجد لك القوة لك الكرامة لك العزة لك السجود يا سيدنا وإلهنا وملكنا ومخلصنا يسوع المسيح. لك كل هذا المجد يا رب، لك كل هذه العظمة، لك كل هذا السلطان يا سيدنا. ما أبهج هذه اللحظات التي نرفع فيها قلوبنا ونراك عريسنا الحبيب وهو يعد لنا ومهيئ لنا هذا الملكوت، بل يا رب معد لنا هذا اللقاء ليكون لنا هذا الفرح المجيد الذي لا ينطق به، معد لنا هذا الملكوت الذي لا ينقرض ولا يزول، بل يا رب مستنين عريس السماوي منتظر عروسه البشرية. كل نفس مننا ليها اشتياق النهاردة لتكون أنت هو عريسها السماوي. ليس للعالم أي وجود ليه في حياتنا، وليس للعالم أي شيء يشدنا إليه يا رب. لا نستطيع ولا نريد أن نفقد ملكوتنا يا رب، الملكوت اللي زرعته فينا والملكوت اللي هيأته إلينا والملكوت اللي دعوتنا إليه. تعالوا إلي يا مباركي أبي رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. هيئنا يا رب، هيئنا أرجوك إن امسك بإيدينا لكي نكمل مسيرة حياتنا. أرض الغربة نكملها يا رب وإحنا مسكين في إيديه. تعبر بينا يا رب من وادي البكاء إلى وادي الفرح، تعبر بينا من ألمات هذا العالم وضيقات هذا العالم وضعفات أجسادنا، تعبر بينا ليكون لنا هذه النصرة التي دعوتنا إليها، ونكون دائما يا رب في موكب نصرتك. فرحنا بهذه النعمة وفرحنا بهذا الملكوت،
ودي النهاردة كل نفس أن تشتاق يا رب. نقول مع معلمنا بولس الرسول: ما كان لي ربح فقد خسرته، ومستعد أن أخسره لكي أربح المسيح وأعتبر كل شيء نفاية. يا رب هو دي شعارنا النهاردة، أن احنا نكون يا رب لا للعالم أي وجود يشدنا إليه، ولا للعالم أي مكان في حياتنا، بل أنت القادر اليوم يا رب أن تأتي وتملك على قلب كل نفس سمعت هذه الرسالة، وكل نفس تشتاق يا رب إن النهاردة تحررنا يا رب من كل ما يربطنا للعالم، وتكون أنت وحدك هو السيد والمالك والملك إلى الأبد يا سيدنا. احفظنا في هذه النعمة التي نحن مقيمين فيها، وفرحنا دايما بهذه النعمة، واسندنا يا رب كل المشين في السكة بقوتك وبيمينك. إبليس لن يريد ولا يريد أن يحررنا يا رب من مملكته، ويريد أن يربطنا وينهبنا منك يا رب. أنت القادر اليوم كما صنعت يا رب على الصليب، قادر اليوم أن تربطه يا رب، ولا يكون لإبليس سلطان علينا، بل تعطينا أن نتمم وعدك بحق وبقوة. أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. لا يسعنا إلا أن نسجد لك مسيحنا القدوس وإلهنا الحي، تملك على حياتنا إلى الأبد يا سيدنا. بارك كل نفس ماسلة أمامك، كل بركة روحية، احفظ الكل في يمينك يا سيدنا. باركنا لكي ما نكون شهود حقيقيين لاسمك في كل مكان، لأجل خاطر دمك الذي سفكته لأجلنا على عود الصليب، بشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم، قديس العظيم الأنبا أبراهام، وكل مصاف قديسين، اجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين، قائلين بشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم جميعاً.